عادي بقى خالص خالص، انا بتاع كلام بس. طيب ابو سمره الاسكندراني بيقول لك اوصف لي احساسك لما بتشوف وتسلم او يكلمك الكابتن الخطيب وتعلمت ايه منه؟ سؤال قوي. طبعا الواحد لما بيشوف اسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب واقف بيتكلم معاه او بيديله نصيحه، فبقى الموضوع مختلف بالنسبه لنا، او يعني لازم بيبقى لازم تتعلم ان الحاجات دي ما بتحصلش كتير، ما بتتكررش كتير. زي ما بنقول الاساطير دي مش ما بتقفش تتكلم مع اي حد او بتقول كلام لاي حد، فلما يجي يتكلم معاك كلمه لازم تبقى مركز قوي فيها ومركز وعايز يوصل لك ايه، وعايز لازم تاخد كل حاجه منه في الوقت اللي هو بيكلمك فيه ومديك فيه اهتمام، ان هو مش طبيعي ان هو يقف يتكلم معاك. فطبعا الحاجات دي بتأثر كتير وبتأثر في شخصية الواحد، ان الواحد لازم ياخد بالنصايح اللي هي الصغيرة دي اللي هي بتعدي، لو كل حاجة اتقالت لك عدت عليك كده عبرة من غير ما تاخد منها المفيد بتاعها، فمش هتستفاد حاجة في الحياة دي كلها. والواحد زي ما بنقول كل يوم بيتعلم، كل يوم بيتعلم، فلازم اي حد بيكلمك لازم تركز قوي في كلامه، بالذات من الناس الكبيرة اللي زي كابتن محمود الخطيب او الناس اللي تحتيه شوية. كل الحاجات دي لازم تبقى مركز فيها وفي كلامهم، ان الحاجات دي هم خبره سنين كتير، يعني الحاجات اللي هو بيقولها لك دي عصاره الخبره بتاعتهم اللي هم عاشوهم في حياتهم كلهم، فهو بيديها لك في لحظه، لو انت مش مركز ما استفدتش حاجه. فلازم تبقى في تركيز من الكلام اللي هو بيتقال او بيتقال او الحاجات اللي بتعدي قدامنا دي، لازم ناخد منها كل حاجه صح. بتحس ان كابتن خطيب بيكلمك كرئيس النادي الاهلي ولا كنجم كوره وبيحاول ان هو ينقلك بعض الخبرات اللي مر بيها في كام كلمه بسيطه وانت واقف جنبه؟ في اوقات واوقات، يعني في اوقات لما بقى الكلام شخصي فما تبقاش بيتكلم معانا ان هو او يتكلم معايا بصوره اللي هو لا بيكلمني ان هو ابني، يعني انا ابنه وهو بيوصل لي رسائل معينه بطريقه معينه ان انا افهمها فتفيدني. لكن في اوقات بيبقى بيتكلم في مجموعه، فبيبقى الكلام طبعا موجه للكل، فبيتكلم من حته برضو رئيس النادي الاهلي، فبتبقى ده طبيعي، يعني ده لوجيك جدا في اللي هو في بيتكلم في مجموعه او بيتكلم في على انفراد مع حد، فطبعا في فرق كبير. كلام عميق قوي، كلام كبير قوي يا كريم. انت طلعت يعني بتتكلم بصراحه، يعني لعيب شخصيه عندها فكر وعندها طموح، ومش ده بس هيكون كلامي، ده كلام واحد حبيبك معانا على التليفون هنساله في